عندنا لو تفتكروا في حلقة السبت الماضي مع الزميلة ألفت كمال، كان في حوار مع أو مداخلة يعني فيها حوار مع الناقد الرياضي عصام شلتوت، اللي اتكلم فيها عن اختفاء كؤوس وميداليات وأهمها كأس الأمم الأفريقية 2010. الحقيقة الملف ده مهم، والقناة فتحته يوم السبت الماضي. النهاردة في خبر مهم إن النائب العام أحال هذا الملف لنيابة الأموال العامة، ووزارة الشباب والرياضة قررت إحالة فقدان بعض مقتنيات الاتحاد المصري لكرة القدم، وبينها نسخة أصلية لكأس أمم أفريقيا للنائب العام ليجري تحقيقا. وحسب بيان أصدرته الوزارة النهاردة أنها أحالت فقدان بعض مقتنيات الاتحاد المصري لكرة القدم وبينها نسخة أصلية لكأس الأمم الأفريقية اللي النائب العام ليجري تحقيقا. والبيان نشرته الوزارة على صفحتها على موقع فيسبوك بتاريخ النهاردة 4/9/2020. الاتحاد المصري لكرة القدم كان قد قرر الأسبوع الماضي فتح تحقيق عاجل في اختفاء نسخة أصلية لكأس الأمم الأفريقية احتفظ بها المصريون بعد إحرازها لثلاث مرات متتالية 2006 2008 2010، والكأس ده طبعا ثمنه غالي جدا. اكتشف أعضاء اللجنة الخماسية اللي بتدير الكرة المصرية واللي هتسلم مهام عملها في 30 نوفمبر، وده مهم جدا. بس احنا في مصر بقى قبل ما نسلم مش بنولع في الحاجة عشان الجرد ما يجيش، لا احنا بنحقق عشان نشوف دي مسؤولية مين. اللجنة الخماسية اكتشفت اختفاء النسخة الأصلية للكاس ليتقرر فتح تحقيق عاجل. ويوم الجمعة أقرت اللجنة ضياع عدد من الكؤوس، ده مش كاس واحد، الموجودة في مخازن الاتحاد. الموضوع ده موضوع مهم وموضوع كبير، والكرة كرة القدم المصرية بيصل للمسؤولين عنها غير الوجهة الاجتماعية اللي تحدث عنها عصام شلتوت يوم السبت، بيصل لأيديهم من عشاق الكرة المصرية ملايين وسيارات للاعبين والاتحاد الكورة وللي وللي. أنا ما بتهمش حد بحاجة، دي محبة وإعجاب، لكن لابد أن يسأل الجميع أين ذهبت هذه المقتنيات المصرية غالية القيمة.